مكة وتراثها العريق منذ قديم الزمان. اشرقت بناياتها وتطاولت، تعددت ألوانها بين الغامق والفاتح، كثرت أبوابها وشبابيكها، وانتصبت على بعضها علامات الوجاهة والمكانة الاجتماعية. فكرة الحارة المكية هي حارة أقيمت هنا على مساحة 10,000 متر مربع. فكرتها هي تحاكي تراث الآباء والأجداد عن مكة المكرمة، تحتوي على الطراز العمراني المكي القديم، يمثل الحارات المباني المتلاصقة والطرقات الضيقة، وطبعا الواجهات اللي فيها الرواشين وفيها المشربيات وفيها الطيق بالشيش اللي من الخشب الجاوي. أضف إلى ذلك يعني إن اللي يمشي في الحارة المكية هذه يعني يحصل محلات أو يشاهد محلات تحتوي على الحرفيين القدماء، وتحتوي على يعني بعض الجهات الرسمية المشاركة زي الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وبعض الإخوان المهتمين والمعنيين بالطراز المكي، يعني بالتاريخ وحضارة مكة المكرمة في العصر الحديث. تعرفني من نفسك لو سمحت. اسمي عبد العزيز محمد مختار. يا هلا وسهلا فيك، تعطيني فكرة عن الحرفة اللي أنت الآن مشارك فيها في مهرجان الحارة المكية. هذا مثلا من السكاكين كان سابقا قديما يعني تقريبا 50 سنة في هذه الحرفة من جدي لأبويا، هذه الحرفة كلنا مصنع نستوي فيها السكاكين، كنا نفس الجهاز هذا هو اللي صنعه، كان اسمه جدي الله يرحمه. مزيج متميز حق له أن يرتسم في لوحات تشكيلية يحاكي الجمال وتتذوقه على طريقتها بمشاركة جهات مختلفة. الحمد لله شاركت بركن الفوتوغرافي اللي هو تصوير الأطفال بالزي التراثي، وفرت مجموعة ملابس تراثية من جنوب المملكة وغرب المملكة ووسط المملكة، بحيث أن الطفل يتصور بها ترجع للماضي القديم. أشكر الأمانة إنها أعطتنا الفرصة لنشارك في هذا المهرجان.
الصحفيات وندعمهم أيضا في الحرف اليدوية عن طريق الدورات التطويرية والتوثيقية وأيضا التسويقية. طبعا مشاركتي انا فنان جرافيتي مجد احمد، حبيت اشارك اليوم بما اني في مكه، حبيت اهدي هديه للحاره المكيه برسمه جرافيتيه عباره عن بين الماضي والحاضر. الحاضر اللي هو كتابة مكة، حاط فيها ألوان، وطبعا البني والبني الغامق والبني الفاتح عن ماضي مكة، يعني كيف كان وكيف صار. تتجه للأحداث والمواقف والعادات والتقاليد قبل المزمار يسود عن الحكاية كلها، قصص عن الشعر والفرح والدفء العائلي والذكريات الجميلة في مهرجان الحارة المكية بتنظيم من أمانة العاصمة المقدسة وإشراف قسم الإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية. التصميم السارع عبارة عن من المشرف العام للإدارة العامة للسلامة المهندس محمد طه فقيها، وأيضا بإشراف التصميم مع المهندس مروان فطاني في اختيار الحارة الباب والشبيكة، وتكلم عن الشعر القديم لمكة المكرمة وتراثها وحضارتها وكل الأشياء التي تتعلق بالتراث المكي الجميل، وأيضا هو وجود للمأكولات الشعبية، وجود أيضا زاوية للسيرات القديمة، ويوجد أيضا للحرف اليدوية. الحارة المكية تعكس صورة الماضي القديم لتنبثق منه فواحة التراث للجيل الصاعد.